إلى من جعلونا نبحر بلا زورق نهديكم تحياتنا. قالوا لي يا أحبتي أنكم قتلتم، قالوا لي يا أحبتي أنكم انتهيتم، قالوا لي يا أحبتي أنكم ارتحلتم. لا تغضبوا مني، هكذا قالوا. نعم أعرف أن هذا ادعاء وأنها كلمات جوفاء، قد أفرغوا منها الحقيقة. نعم هذه حقيقة. أو ما علموا أنكم قد كنتم في غاية النشوة وأنتم تقتلون؟ أو ما علموا أنكم قد بثثتم جذوركم قبل أن ترحلون؟ أو ما علموا أنكم قد بررتم بقسمكم قبل أن تنتهون؟ لا، لم يعلموا أنكم كنتم ترددون. لا يهم المقاتل حين يضحي أن يرى لحظة الانتصار، سأرى لحظة الانتصار، سأراها بعيني رفيقي، ودم الآن خيط الشروق. فليعلموا أنكم ما رحلتم ولم تنتهون، وأنكم ما زلتم في قلوبنا تسكنون. يا قادة السرايا، يا مجاهدون. هذه تحية من أهل تل وأهل عنبتة الطيبين، لأهلنا في جنين، لكل المقاتلين من فتح، من الجبهة الشعبية، من الجهاد الإسلامي، من حماس، وكل المقاتلين الآخرين. هنا لابد أن نعرف يعني قليلا بأهل. عبارة عن أربع حمايل من الإخوة الطيبين الحلوين، دار زي ما قلنا دار الشتي الذين أنتم في ضيافتهم الآن، واللي إن شاء الله أصبحتم أنسباء لهم، ودار رمضان ودار حمد ودار أبو عصيدة. أيها أخونا أبو حسين يمثلهم، دار رمضان أخونا أبو بشار يمثلهم، وأخونا أبو أحمد، ودار الشتي هيهم جالسين، وإن شاء الله دار حمد في هناك الكثير من الشباب الطياب الذين يجلسون حوالينا وشايفينهم إحنا ونراهم. هنا احنا نقول نرحب بكم يا آل الهرش الذين نعلم أنكم منتشرون في أكثر من قرية، في عنبتة وفي بلعة وفي قلقيلية. نعرف منكم الشيخ عمر عبد الفتاح الهرش، إذا تعرفونه هذا صديقنا ودرس معنا وهو من علماء فلسطين، يعني يعتبر الآن الشيخ عمر الهرش يعتبر الرجل الثاني بعد الألباني في الأردن، إذا كنتم تعلمون ذلك. نحن لا نزكيه لكن هذا هو واقعه. إحنا في تل، يعني كانت تل تسمى تل لأنها تقع على مرتفع وتقع على يعني محيط معين، وتعتبر من جورة عمرة، وكانت تشتهر بالتين والزيتون. لكن تل الآن تشتهر بأفضل من التين والزيتون، تشتهر بالرجال، الرجال الذين يصنعون التاريخ. يعني نحن سميناها الآن تل الصمود والشهداء، أو تل الشهداء والصمود. في الانتفاضة الثانية كان لدينا 23 شهيد، منهم 19 شهيد تقريبا استشهادي يحفظون القرآن. باعتراف اليهود أوقعنا خسائر في الانتفاضة الثانية بحوالي 287، يعني بين إصابة، بين قتيل وبين جريح، وكان على رأسهم الشهيد يعني الكل يعرفه نصر عصيدي، الشهيد سامي زيدان، الشهيد مصطفى رمضان، يعني كثير من الشهداء الذين ذكرهم الإعلام وتذكرهم حتى الآن الصحف الإسرائيلية بأنهم كانوا أبطال. يعني أهل تل أغاروا على مستعمرة مرتين، مستعمرة عمانوئيل خسروا اليهود فيهن 27 قتيل في عملية واحدة. نحن نذكر هذا حتى إن شاء الله يكونوا إن شاء الله نبراسة، يعني إنارة لنا في المستقبل القريب حتى نحوذ حذوهم. المطلوب منا تجاه فلسطين أن ندعمهم معنويا، ندعمهم ماديا، ندعمهم إن شاء الله بشريا في القريب العاجل عندما تفتح هذه الحدود وتسول هذه السدود. نقول لكم مرة أخرى أهلا وسهلا، حياكم الله في ديارنا في بيت